له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. نبدأ بالعناوين. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيروت حاملا رسالة متشددة بضرورة فصل الأزمة الداخلية عن التوترات الإقليمية. الرئيس سعد الحريري يتبنى ترشيح جمال عتاني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لفصائل المعارضة إلى حلب تمهيدا لهجوم مضاد ضد كتائب الأسد. وفي النشرة تتابعون في الرياضة، برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني ويسعى لإنقاذ موسمه. وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند منذ بعض الوقت إلى بيروت على متن طائرة خاصة مع وفد في إطار زيارة تستمر يومين. وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الدفاع سمير مقبل، وقائد منطقة بيروت العسكرية العميد غسان الطفيلي، ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج دومت، سفير فرنسا في لبنان مانويل بون، وأركان السفارة المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، رئيس المطار المهندس شادي الحسن، وضباط من القوات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل. وعشية الزيارة أعلن مصدر مأذون رفيع المستوى في قصر الإليزي أن الرئيس أولاند يحمل معه رسالة متشددة تتضمن دعوة اللبنانيين والشركاء الإقليميين إلى التحرك من أجل فصل الوضع في لبنان عن التوترات الإقليمية، لا سيما في الملف الأمني. أضاف سيؤكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا للبنان الذي يواجه بشجاعة أزمة إنسانية لا سابقة لها، مذكرا بأن بلاده تتحمل مسؤولياتها حيال اللاجئين وحيال البلدان المجاورة لسوريا. للمزيد عن زيارة الرئيس الفرنسي ننتقل مباشرة إلى ساحة النجم مع مراسلنا شرب العبود. شرب، بداية، ماذا في برنامج زيارة الرئيس أولاند إلى لبنان والتي تبدأ من عندك، من المكان الذي تقف فيه وهو مجلس النواب؟ تفضل شرب. بالفعل لينا، كما ذكرت يستهل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زيارته لبيروت والتي تستمر يومين من هنا من ساحة النجمة التي من المفترض أن يصلها بعد دقيقة وأخرى، حيث سيقام له استقبال رسمي في الساحة الخارجية أمام مجلس النواب. فور وصوله سيلتقي أولاند رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء مصغر، يعقبه لقاء موسع يحضره الوفد المرافق لأولاند وأيضا أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب الذين حضروا بطبيعة الحال إلى ساحة النجمة. بعد ذلك سيكون هناك كلمة لكل من الرئيس بري والرئيس الفرنسي. يجول بعدها الرئيس الفرنسي على كنيسة القديس جورجيوس في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت، وأيضا على المسجد العمري الكبير، لينتقل بعدها إلى السراي الحكومي حيث يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام بلقاء ثنائي ثم لقاء موسع، وبعده سيكون هناك كلمة للرئيس سلام والرئيس أولاند. بعد ذلك سينتقل الرئيس أولاند إلى مقر إقامته في منزل الرئيس الفرنسي في لبنان في قصر الصنوبر، حيث يلتقي أعضاء الجالية الفرنسية في لبنان ويلقي أمامهم كلمة، ويقيم بعد ذلك عند 9 ليلا عشاء على شرف عدد من السياسيين والشخصيات اللبنانية في قصر الصنوبر، وسيكون له كلمة أيضا. هذا بالنسبة لليوم. أما يوم غد فسيلتقي أولاند البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي بقصر الصنوبر، يلتقي بعد هذا اللقاء إلى الراعي البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك الروم الكاثوليك وأيضا بطريرك الروم الأرثوذكس ومطران بيروت للروم الأرثوذكس والمفتي دريان مفتي الجمهورية ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والشيخ حقل طائفة الموحدين الدروز. بعد ذلك سينتقل إلى البقاع في بمروحية ويصل إلى مطار رياق، ومن هناك يعني يزور أحد مخيمات اللاجئين وترافقه مسؤولة الصليب الأحمر في الدولي في لبنان. وبعد هذه الزيارة سيغادر بيروت متجها إلى القاهرة ومنها إلى عمان في هذه الجولة على المنطقة. إذن نحن بانتظار وصول الرئيس الفرنسي الذي وصل قبل قليل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، نحن بانتظار وصوله إلى ساحة النجمة، المحطة الأولى في زيارته للبنان والتي كما ذكرنا تستمر حتى بعد ظهر الغد. طبعا نحن سنواكب هذه الزيارة بتغطية مباشرة لكافة تفاصيلها.
لينا. طبعا شربل، نحن أيضا سنكون معك فور وصول الرئيس الفرنسي إلى ساحة النجمي. شكرا لك شربل. تبنى الرئيس سعد الحريري ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، ولفت عيتاني إلى أن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف لتشكيل لائحة المرشحين لعضوية المجلس البلدي. تقرير ربيع شنطف. أعلن الرئيس سعد الحريري تبني ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا في بيت الوسط ضم الوزراء نهاد المشنوق وميشيل فرعون ونبيل دوفريج ونواب بيروت عماد الحوت، نديم الجميل، جونغ سابيان، سيرج تور ساركسيان، عمار حوري، باسم الشاب، محمد قباني، عاطف مجدلاني، سيبو كالباكيان، هاني كويسي، بالإضافة إلى النائب السابق محمد الأمين عيتاني ومنسق بيروت في تيار المستقبل المهندس بشير عيتاني وعدد من الشخصيات والفعاليات البيروتية. المرشح عيتاني ألقى كلمة بعد اللقاء شكر فيها الرئيس الحريري على ثقته وقال: نريد أن نستعيد مع الرئيس الحريري الزمن الذي كان فيه الجميع يرغبون بزيارة بيروت والاستثمار والعلم والطبابة فيها، ونريد أن نعيد المجد لعاصمة لبنان. شرفني دولة الرئيس سعد الحريري بحضور نواب بيروت وفعالياتها بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. فخر كبير إلي أن انطلق من هالبيت يلي بيحمل إرث باني بيروت الحديثة والشخصية اللي حبت بيروت وضحت من أجل حتى الاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. ما في يوصف مدى سعادتي وفرحتي أني أقدر رد جميل بيروت وأهلها علي. بتمنى الأيام الجاية إذا أعطوني أهل بيروت صوتهم إن شاء الله نقدر نرجع مدينتنا ست الدنيا بيروت، والمكان اللي بيجمع اللبنانيين كلهم وبيحسسهم بالفخر والانتماء لأحدى أعرق مدن العالم. مثل ما بتعرفوا الاتصالات بعدها جارية مع كل القوى والأفرقاء لتشكيل لائحة المرشحين للمجلس البلدي، واللي بنتمنى أكيد أن تكون فريق عمل متكامل ومتجانس. بدنا سيدات وبدنا شباب يعبروا عن تطلعات البيروتيين للعمل إيد واحدة في سبيل النهوض بالعاصمة. فور اكتمال اللائحة إن شاء الله رح نعلنها مع برنامج عمل وخطة كاملة للمرحلة المقبلة. بعد ذلك توجه المرشح عيتاني إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء الأبرار. تجدر الإشارة إلى أن المرشح جمال عبد الرحيم عيتاني قد ولد في بيروت عام 60 ودرس بمدارس المقاصد الإسلامية، كما حاز على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، وتابع دراساته العليا حيث نال شهادة ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة بنسلفانيا في أمريكا. اختار الرئيس الشهيد رفيق الحريري جمال عيتاني ليترأس مجلس الإنماء والإعمار، وقد أنجز عددا كبيرا من المشاريع في لبنان، كما يشغل أيضا منصب مدير شركة التحصيل.
نحن إذن الآن كما نشاهد في نقل مباشر من أمام مجلس النواب، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيل بري الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بعد أن توقف مستمعين إلى النشيدين الوطني الفرنسي واللبناني، وهما الآن يتوجهان إلى داخل مجلس النواب. ومعنا طبعا من هناك شربل عبود. شربل، أنت معي الآن ونشاهد في الصور ووصول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى ساحة النجمة، تحديدا مجلس النواب، وكان في استقباله الرئيس نبيه بري. شربل. نعم لينا، كما ذكرتي تشاهدون في الصور وصول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى وسط العاصمة بيروت، وتحديدا إلى ساحة النجمة حيث البرلمان، وقد استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيعقد الرئيس الفرنسي والرئيس بري اجتماعا ثنائيا يعقبه اجتماع موسع. طبعا يرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة وزير الدفاع والثقافة والاتصال ورئيس معهد العالم العربي ونقيب المحامين السابق والمدير العام لأكتيد. إذن كما ذكرنا بداية سيكون اللقاء ثنائيا مع الرئيس بري، يعقبه لقاء موسع يحضره أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين حضروا، ويصافحهم الرئيس الفرنسي، وسيكون طبعا هناك كلمة لكل من الرئيس الفرنسي وللرئيس بري قبل أن ينتقل الرئيس الفرنسي إلى كنيسة القديس جورجيوس، ثم إلى المسجد العمري، ومن بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث يلتقي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. بعد ذلك سيكون هناك كلمة لكل من أولاند وسلام، إذن يستقبل الرئيس بري في جناح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وسيقيم أولاند في الساعة 6:30 حفل استقبال للجالية الفرنسية بقصر الصنوبر، ويدلي بخطاب، وعند 9 ليلا يقيم عشاء في المكان نفسه للقوى الحية في لبنان، ويدلي بكلمة في المناسبة. إذن سيبدأ بعد قليل اللقاء الثنائي بين الرئيس بري والرئيس أولاند. إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من مجلس النواب وفي جناح الرئيس يلتقي الرئيس نبيه بري الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. طبعا أولاند سيزور غدا منطقة البقاع بعد أن يلتقي صباحا البطريرك الماروني وبعض البطريرك الماروني رؤساء الطوائف، ويتوجه إلى البقاع، ومن البقاع يغادر إلى القاهرة ومنها إلى عمان. إذن لبنان هو المحطة الأولى في هذه الجولة للرئيس الفرنسي. إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من ساحة النجمة، وبعد قليل سيكون هناك لقاء موسع يلي ذلك كلمة لكل من الرئيس بري والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وكما ذكرنا فإن أولاند سيزور كنيسة القديس جورجيوس بوسط العاصمة بيروت، وأيضا المسجد العمري الكبير. طبعا لينا نحن سنواكب هذه الزيارة مباشرة على الهواء ونوافيكم بجديدها تباعا. لينا. شكرا لك شربل. نحن إذن سنتابع نشرتنا، وطبعا توقفنا الآن للقاء بين الرئيسين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مجلس النواب، وفور صدور الكلمات سنستمع إليها مباشرة على الهواء.
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يدعو إلى حسم انتخاب رئيس للجمهورية ويكون الاستحقاق الرئاسي بتوافق وطني، ويعرب عن ارتياحه لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها. عقد المجلس الشرعي اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الأوضاع الإسلامية والوطنية. المجلس توقف أمام ذكرى الحرب الأهلية المؤلمة، داعيا اللبنانيين إلى تعزيز وحدتهم الوطنية، للنهوض بمؤسسات الدولة والتمسك بالدستور والصيغة السياسية القائمة بالمحافظة على اتفاق الطائف والسلم الأهلي. دعا المجلس الشرعي إلى حسم انتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون الاستحقاق الرئاسي بتوافق وطني، لأن الاستمرار في التأجيل ينعكس سلبا على الوطن والمواطنين في شتى المجالات. أعرب المجلس الشرعي عن ارتياحه لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر في المحافظات اللبنانية كافة. المجلس تمنى أن تكون المجالس البلدية الجديدة مراكب للنمو والتطور. كشف رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بعض مضمون لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، وقال إن الجانب الأمريكي أعطى أهمية قصوى لاستقرار لبنان، وأنه نقل للأمريكيين تقديره للدعم في هذا الشأن، طالبا منهم الضغط لإنهاء الفراغ الرئاسي. وأعطى السنيورة في دردشة مع الصحفيين مسببات رئيس لقرار السعودية وقف هبة 3 مليارات المخصصة للجيش، منها تخفيف الحكم على ميشيل سماحة وافتراق وزير الخارجية جبران باسيل عن القرار العربي، إضافة إلى تهجم أمين عام حزب الله حسن نصر الله على السعودية. وعن الشأن السوري أكد السنيور أن بشار الأسد ورقة بيد الرئيس الروسي سيستعملها عندما يريد. الرئيس السنيور استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشمسي، وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف الجوانب والعلاقات الثنائية بين البلدين. أكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناثن تيك أن أمريكا تقف جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني والمؤسسات الوطنية في الدفاع عن لبنان بمواجهة الإرهاب. أشار تيك في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى أنه لابد من إنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن. طبعا الولايات المتحدة تشعر بالقلق بالغ تجاه الفراغ الرئاسي في لبنان. حان الوقت لاختيار رئيس بالبساطة، ويعني لابد من اختيار رئيس لأن لبنان يواجه تحديات عديدة على كافة الجبهات، فلابد من توحيد الصفوف اللبنانية من أجل مواجهة هذه التحديات. طبعا يعني التنظيمات الإرهابية مثل داعش طبعا هي تمثل تحدي كبير جدا للسوريين، وكذلك طبعا تمسك بشار الأسد بالسلطة هذا أيضا يمثل يعني مشكلة كبيرة جدا، لأن بشار الأسد هو يحمل المسؤولية يعني إطالة هذه الحرب الدامية في سوريا. يعني بشار الأسد هو السفاح الذي قتل وشرد وجوع شعبه، وطبعا هذه التصرفات أدت إلى تغذي الإرهاب وإن بثاق الجماعات مثل داعش. فيعني لابد من معالجة يعني مسألة الأسد ومسألة الإرهاب في نفس الوقت. حزب الله يلعب دور سلبي للغاية في سوريا، وأنه يعني حزب الله وبشار الأسد كلهم في نهاية المطاف وكلاء إيران وعملاء إيران، فهذا الأمر يعني خطير للغاية. قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية دينا بدوي إن إصدار وزارة الخزانة لوائح بأسماء الأشخاص والمؤسسات التي سيتم فرض عقوبات عليها لعلاقتهم بحزب الله اللبناني لا يؤثر سلبا على سلامة وأمن النظام المالي اللبناني. أضافت أن القانون المعني بتلك العقوبات يعطي الحكومة السلطات لفرض عقوبات إضافية على التنظيم والمؤسسات التي تدعمه. بعد الفاصل في النشرة: البابا يتفقد اللاجئين في اليونان ويصطحب 3 عائلات منهم إلى الفاتيكان. أعلنت الأمم المتحدة أن وفدا من ممثليها دخل اليوم للمرة الأولى إلى مدينة داري المحاصرة في ريف دمشق. ميدانيا بدأ ثوار حلب تعزيز موقعهم من خلال استقدام حشود عسكرية من مناطق حما وإدلب للبدء بتحرك عسكري ضخم ضم نظام الأسد الذي يعد لهجوم واسع على المدينة.
محاولات النظام محاصرة مدينة حلب والتي مهد لها بقطع طريق الكاستيلو كونها الشريان الوحيد للمدينة دفعت بالثوار لتعزيز صفوفهم من خلال استخدام حشود ضخمة من مناطق حماة وإدلب للبدء بتحرك عسكري ضخم ضد كتائب الأسد وحلفائها. وتسعى الحشود التي وصلت إلى المدينة لإفشال مخطط إيران ونظام الأسد من خلال مهاجمة النظام من محاور عدة وتأمين أطراف المدينة والحفاظ على خطوط الإمداد. وفي حلب أيضا تمكن الثوار من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لداعش كانت تحلق في أجواء مدينة مارع. وبينما أدت الجبهات المشتعلة في سوريا إلى مقتل 3 عناصر جديدة من قوات التعبئة الإيرانية، عمد النظام إلى إلقاء البراميل المتفجرة على قرية معلة في ريف حمص الشمالي مستهدفا الأبنية السكنية. إلى ذلك استكمل النظام سياسة التهجير القسري بحيث رحلت كتائبه 4 عائلات من منطقة الكروم بمضايا إلى بلدة الروضة في منطقة القلمون في ريف دمشق الغربي. وعن الدور العسكري الروسي في سوريا بعد شهر على إعلان السلطات الروسية سحب معظم قواتها من هناك، كشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن القدرات العسكرية الروسية لا تزال على المستوى نفسه ولا يوجد أي تراجع في عمليات الإمداد. ولفت التحليل إلى أن موسكو مستمرة في إرسال تعزيزاتها إلى سوريا جوا وبحرا، وذلك مع تزايد المؤشرات على انخراط أكبر في العمليات على الأرض وتوفير الدعم القتالي عن قرب لقوات النظام. نفى وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف المعلومات التي حاول النظام تسريبها، ومفادها بأن الموفد الأممي ستيفان دي مستورا عرض بقاء بشار الأسد في السلطة مع تعيين 3 نواب له من المعارضة بصلاحيات كاملة. رغم كل العراقيل التي يحاول وضعها النظام السوري في طريق عملية السلام، تتواصل الجولة الحالية من محادثات جنيف 3 برعاية الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا. في هذا الوقت نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية سالم المصلت أن يكون دي مستورا قد نقل لهم عرضا ينص على بقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة لقاء تعيين 3 شخصيات من المعارضة كنواب له بصلاحيات كاملة. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال المصلت إن من أوصل هذا الخبر المفبرك إلى وسائل الإعلام لا شك يتعمد الإساءة إلى الشعب السوري وإلى ممثليها الحقيقيين، مشددا على أن المعارضة لم ولن تطرح في حديثها عن هيئة الحكم الانتقالي أي دور للأسد، لأن وجوده غير مقبول في أي مرحلة تتعلق بمستقبل سوريا. كذلك لا يمكن قبول رموز أركانه الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب السوري. المصلت أوضح أن ما يشغل المعارضة حاليا أكثر من أي أمر آخر هو التصعيد اليومي والإجرام والقتل الذي يرتكبه النظام بحق الشعب، إضافة إلى جريمة الحصار والتجويع والمعتقلين. وكان رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف أسعد الزعبي قال في ختام محادثات الجمعة إن نظام بشار الأسد يبعث رسالة قوية مفادها بأنه لا يريد التفاوض للتوصل لاتفاق سلام، وأنه يسعى لحل عسكري بعد شن هجوم على حلب. وأضاف الزعبي أن التعديلات التي قدمها النظام لدمستورة بشأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة من المحادثات تظهر أنه ليس جادا بشأن الحل السياسي وأنه منفصل عن الواقع. قرر رئيس مجلس النواب العراقي المقال سليم الجبوري تأجيل جلسة البرلمان، في حين يصر النواب المعتصمون المناوئون له على عقد الجلسة لانتخاب خلف له في حال اكتمل النصاب القانوني. لم يجد العراق بعد مخرجا لانقسامه التي ترجمها النواب بين متمسك برؤساء الثلاثة وبين مطالب بإقالتهم، ما دفع برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري المقال من قبل نواب معتصمين لدعوة الكتل النيابية إلى الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من الاختناق. دعوة الجبوري جاءت بعد قراره تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة السبت إلى نهار الاثنين
الفلسطيني المقبل، غير أن النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان يصرون على عقد جلسة برلمانية إذا ما اكتمل النصاب القانوني المطلوب، ويأتي قرار التأجيل في الوقت الذي بدأ فيه المئات من العراقيين بالتجمع في ساحة التحرير للخروج بمظاهرات لدعم نواب الاعتصام في عملية إقالة الرئاسات الثلاثة، في حين شددت السلطات العراقية إجراءاتها الأبنية والتي تمثلت بإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير وتقييد حركة السيارات والمواطنين. ميدانيا شن تنظيم داعش هجوما على حقل عجيل النفطي شرقي تكريت، تبعه اشتباكات ضارية بين قوات الأمن وعناصر التنظيم الذين تمكنوا في البدء من الحصول على موطئ قدم في مواضع سرية، إلا أن قوات الأمن التي استدعت تعزيزات إضافية من شرطة ناحية العلم والحشد العشائري ومن الطيران العراقي تمكنت من استعادة المواقع التي خسرتها ودفعت بعناصر داعش للانسحاب نحو الضفة الشرقية لجبال حمرين. هدد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي منظمة التعاون الإسلامي بأنها ستندم على مواقفها التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله. عراقجي زعم أن المنظمة تعاني من ضعف بنيوي وهي واقعة تحت تأثير عدد من الدول التي توجهها نحو أهدافها الخاصة على حد وصفه. وكان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول دان حزب الله بتهمة دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول الأعضاء، كما دانت القمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. في أنقرة سجل اليوم لقاء بارز بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني الذي استقبل ب 21 طلقة مدفعية لدى وصوله إلى المجمع الرئاسي. وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين بدأ الرئيسان محادثات ثنائية تناولت أزمات المنطقة خصوصا الملف السوري وجهود الحرب على داعش. تفقد البابا فرانسيس اللاجئين المنتشرين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث أبدى تضامنه معهم وانتقد الدول التي ترفض استقبالهم، واعدا باصطحاب 3 عائلات لاجئة معه إلى الفاتيكان في إطار دعمه لبرنامج توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية. أمال كثيرة علقها اللاجئون على زيارة البابا فرانسيس لهم في جزيرة ليسبوس اليونانية وهي واحدة من البؤر الساخنة في أزمة الهجرة إلى أوروبا. بالزغاريد استقبلته هذه السيدة الإزدية الهاربة من إرهاب تنظيم داعش بحثا عن مستقبل آمن، وهؤلاء الأطفال قرروا الاحتفال به على طريقتهم. البابا هو أملنا، أنقذوا الإزديين من المذابح، هذه وغيرها من الشعارات رفعها اللاجئون الذين استقبلوا البابا إلى جانب عبارات الترحيب بالحبر الأعظم الذي صافحهم واستمع إلى مخاوفهم قبل أن يتناول طعام الغداء معهم. الشعب السوري متشكركم، بدنا المساعدة، نحن ما بدنا نرجع على سوريا. أنتم لستم وحدكم، لا تفقدوا الأمل، هكذا خاطب البابا اللاجئين اليائسين والمهددين بالترحيل إلى تركيا تنفيذا للاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. يجب إيجاد حل لأزمة اللاجئين لأنها تؤثر سلبا على العالم كله، ولا بد من التعامل مع المهاجرين بطريقة تليق بكرامتنا الإنسانية المشتركة. وخلال الزيارة أعلنت الحكومة اليونانية أن البابا سيصطحب معه 3 عائلات لاجئة اختيرت بالقرعة من بين الذين وصلوا إلى اليونان قبل توقيع الاتفاق التركي الأوروبي، في إشارة إلى دعمه برنامج توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية. وكان البابا فرانسيس وصل صباحا إلى اليونان حيث كان في استقباله رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس وعدد من رجال الدين والمسؤولين الحكوميين. زيارتكم فرصة تاريخية للتأكيد على ضرورة وقف الحرب ومنح هؤلاء النازحين طرقا شرعية لتحقيق أحلامهم. الشعب اليوناني ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة أظهر تضامنا مع اللاجئين في وقت شهد فيه بعض شركائنا الأوروبيين الحواجز والجدران في وجه هؤلاء التعساء. وقال البابا لوسائل الإعلام خلال توجهه إلى اليونان إنها رحلة يشوبها الحزن حيث سنواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. بعد الفاصل، اتفاق على فتح مداخل تعز المحاصرة وتثبيت وقف إطلاق النار في محيطها.
أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. الرئيس الفرنسي في بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين. جمال عيتاني يعلن من بيت الوسط ترشحه لانتخابات بلدية بيروت. وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لفصائل المعارضة إلى حلب. أعلنت اللجنة المحلية المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار في محافظة تعز اليمنية، أعلنت الاتفاق على فتح مداخل المحافظة المحاصرة وتثبيت الهدنة في الجبهات المحيطة بها. وكان الموفد الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أمام مجلس الأمن أن اليمن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق السلام، مجددا دعوة الأطراف اليمنية لحضور جلسات محادثات الكويت التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل. أضاف أن مصير الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم. أعربت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن سعادتها بعودة العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، وذلك في أول زيارة لها إلى طهران بعد الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه. موغريني وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصفت الحوار الذي أجرته بالبناء، ولفتت إلى أن محادثات الطرفين تقدم الكثير من المساعدة للعدد الكبير من اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا. بدوره أمل ظريف في إزالة العقبات المتبقية أمام تنفيذ الاتفاق النووي، واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدم المساعدة أيضا لإيران في مسألة الملاحة الجوية. أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ محمد أيوب محمد يوسف عن عمر يناهز 68 عاما، وقال عدد من المقربين من الشيخ إن سبب الوفاة طبيعي. وعين الشيخ محمد أيوب إماما متعاونا بالمسجد النبوي الشريف في وقت سابق، ثم انقطع عن إمامة المسجد 19 عاما ليعود مرة أخرى ويصلي في المسجد النبوي الشريف بتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر رمضان الماضي. أرسلت الولايات المتحدة سرب طائرات من طراز براولر المعروفة باسم الصياد الخفي إلى قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا للانضمام إلى الحرب ضد تنظيم داعش. وكانت هذه الطائرات قد نفذت مهمات في سوريا والعراق منذ صيف 2015، ولكن من خارج قاعدة إنجرليك. وتعد طائرات براولر السلاح التكتيكي الأمريكي للتشويش على اتصالات العدو وتنفيذ عمليات المراقبة الإلكترونية. قتل 18 شخصا في زلزال بقوة 7.1، هو الثاني الذي يضرب جنوب غرب اليابان منذ الخميس الفائت. وشكلت السلطات اليابانية خلية أزمة كما أعلنت حال الكارثة الطبيعية، فيما لا يزال المئات عالقين تحت الأنقاض. زلزالان وأكثر من 100 هزة ارتدادية ضربت جنوب غربي اليابان منذ الخميس الفائت. الزلزال الأعنف كان ليلة الجمعة السبت، حيث تخطت قوته 7 درجات وتركز في جزيرة كيوشو التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن طوكيو. وقرب جزيرة كيوشو سجل ثوران طفيف في بركان آسو من دون أن تربط السلطات اليابانية بين ثورانه وتزامنه مع الزلزال. عشرات القتلى والجرحى وعشرات آلاف المشردين ومئات المحاصرين تحت الأنقاض، هذه هي الخسائر البشرية التي خلفتها سلسلة الزلازل والهزات الارتدادية، إضافة إلى انهيار عدد من المباني ومستشفى في مدينة كوماموتو وحصول انزلاقات للتربة تسببت بقطع طرق رئيسة وعزل سكان منطقة جبلية في كيوشو عن العالم الخارجي. وشكلت السلطات اليابانية خلية أزمة كما أعلنت حال الكارثة الطبيعية، وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة المنكوبة ليرتفع عديد القوات هناك إلى 20,000 عنصر، في وقت حذر رئيس الحكومة شينزو أبي من أن الأحوال الجوية يمكن أن تسوء وينتظر هطول أمطار وهبوب رياح ما سيفاقم المأساة. نشرتنا مستمرة وفيها مركز سرطان الأطفال ينظم معرضا للصور. من الجيش في منطقة الشمال المدعو محمود نوفل علي من التابعية الفلسطينية للاشتباه بإقدامه على تهريب أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة وبرفقته المدعو ربيع خليل الشحادي من التابعية نفسها لعدم حيازتها أوراقا ثبوتية. كما أوقفت قوى الجيش في مدينة صيدا المدعو خليل لؤي خالد من التابعية الفلسطينية لإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه أحد المنازل في منطقة صيدا، وقد تم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.
بعد أن توافرت معلومات لقسم المباحث الجنائية العامة في وحدة الشرطة القضائية حول استخدام فتيات لخدمة الزبائن داخل بعض محلات الفيديو بوكر تسهيلا لممارسة الدعارة معهن خارجها، وذلك ضمن محافظة جبل لبنان. ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، قامت قوة من القسم المذكور بمداهمة حوالي 18 محلا في مناطق دبي جوني أنطلياس وبرج حمود، وتمكنت من توقيف 17 فتاة من جنسيات مختلفة لعدم حيازتهن أوراقا ثبوتية وإقامة غير مشروعة، إضافة إلى 3 أشخاص بجرم تعاطي مخدرات وشخصين بجرم حيازة أسلحة غير مرخصة. كما تم تنظيم عدد من المحاضر بحق أصحاب المحلات، 5 منهم بجرم دخول قاصرين. وأشار البيان إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص. أكد بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه بناء لاتصال ورد على الخط الساخن 1744 من منطقة كفى عنف واستغلال حول تعرض المدعوة فاشين مواليد عام 1995 سورية للاحتجاز والضرب والإيذاء والتهديد بالقتل من قبل زوجها، وذلك في محلة الأوزاعي، ثم أرفق الإخبار بشكوى تقدمت بها والدة الضحية على الفور. وبناء لإشارة القضاء المختص، توجهت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى مكان تواجدها، وتمكنت من توقيف الزوج وتحرير الزوجة وتسليمها إلى منظمة كفى عنف واستغلال، ونقل الموقوف إلى المستشفى للمعالجة. وأشار البيان إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص. افتتاح مركز وادي التيم للتصوير النووي برعاية جنبلاط وأبو فعور يؤكد أنه سيكون متنفسا لأبناء المنطقة، وسيتم تجهيزه بمعدات إضافية. برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ممثلا بنجله تيمور وبحضور وزير الصحة وائل أبو فعور، تم افتتاح مركز وادي التيم للتصوير النووي باتسكان، ووضع حجر الأساس لإضافة بناء جديد لمستشفى رشيا الحكومي، وذلك خلال احتفال جرى بحضور عدد من النواب وفعاليات المنطقة. أبو فعور أكد أن المركز سيكون متنفسا لأبناء البقاع، قائلا أنه بفضل آل جنبلاط يتحقق الإنماء ويشعر أهالي المنطقة بأنهم ليسوا يتامى ومتروكين، بل إنهم أبناء هذا الوطن والدولة، وإن كانت الأخيرة تمشي كالبطة العرجاء على ساق واحدة. اليوم في رشيا فيه من المحبة ولكن ليس فيه من المحاباة، فيه من المسؤولية ولكن ليس فيه من التحيز، لا لشيء إلا لأن وصية وليد جنبلاط كانت أن نبدأ من المناطق المحرومة والمحتاجة، فكان أن بدأت جهود وزارة الصحة من المنيا ولتفعيل عمل الحكومة أكثر، وإطلاق ورشة إصلاح حقيقية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، بدءا بشبكات الإنترنت غير الشرعي وبؤر الفساد في الاتصالات وفي بعض مرافق الدولة الأساسية. كما زار تيمور جنبلاط وأبو فعور مركز ذوي الاحتياجات الخاصة جمعية حرمون للمعوقين في رشيا، ومركز الشؤون الاجتماعية ودار المسنين. مزارعو الأبقار في عكار يرمون إنتاجهم ويلوحون بالتصعيد احتجاجا على السياسة المتبعة بشأن قطاع المواشي وإنتاج الحليب. من حقنا أن نعيش بكرامة كمزارعين، ومن واجب الحكومة تأمين هذا الحق. صرخة أطلقها مزارعو الأبقار في عكار خلال اعتصام رمزي في ساحة حلبة، احتجاجا على السياسة الرسمية المتبعة بشأن قطاع المواشي وإنتاج الحليب والتمييز بين المناطق. المزارعون رفعوا لافتات تطالب بتصريف الإنتاج عبر اتفاقيات التبادل التجاري، منتقدين ما يحصل في القطاع من فوضى وغياب الحماية ومواجهة المنافسة. وقام عدد من المزارعين برمي كميات من الحليب في ساحة حلبة وسط هتافات التنديد بكل ما يحصل في القطاع الزراعي والحيواني. يا معالي الوزير، احرقتنا، بيعتنا رزقنا، ما عنا شي ناكله. كيلو حليب البودرة، كيلو حليب الجبنة بده 5 كيلو حقه 5000، عم يجي من برا ب3000، عم بيجي من الوزير عم يعطي اجازات. المزارعون اكدوا انهم ماضون في تحركهم لتحقيق مطالبهم. معرض الصور الذي ينظمه مركز سرطان الأطفال مستمر، وتمنيات بأن يحث هذا العمل الفني الأطفال على التغلب على مرضهم بأسلوب إيجابي. الأطفال الذين يعانون من السرطان في لبنان سنحت لهم الفرصة أن يركزوا على أحلامهم من خلال معرض فوتوغرافي يضم صورا بعدسات ممن عولجوا أو يعالجون في مركز سرطان الأطفال.
ويضم المعرض الذي حمل عنوان واحة أمل نتاج جلسات تصوير علاجية ل 22 طفلا أشرف عليها 8 مصورين محترفين، عبر خلالها المصورون الصغار عن كل ما مدهم بالقوة للتغلب على المرض. كنا مبسوطين كتير، بعدين رحنا بالأيو بي صورنا لبسينات. أول شيء ما كنت أقدر أقرب على لبسينات، بعدين هلأ صرت أقدر أقرب على لبسينات وأعمل كل شيء وصورون، أعرف كيف صورون. صورت مامي، كنا بالبلاي إيريا عم نلعب، وكمان رحنا على البيت صورت أختي والعائلة. هالصور مأخوذة بعدسات أطفالنا وبتعكس الأمور وأحلامهم وأمالهم اللي من خلالها استمدوا القوة منا ليكونوا عم بيتغلبوا على مرض السرطان. تجربة كتير حلوة، بس شفت إنه الأولاد كيف عم يتفاعلوا مع الكاميرا، كيف عم يتفاعلوا مع التصوير. إشارة إلى أن واحة أمل معرض متنقل سيجوب مناطق عدة من لبنان بهدف منح الأطفال المرضى فسحة من الوقت لتعلم مهارة جديدة بعيدا عن عقاقير علاج المرض الخطير. انفجرت ظهرا في منطقة وطا المصيط بقارورة غاز صغيرة قرب محل لبيع النراجيل، أدى إلى وقوع جريح إصابته طفيفة. أطلق مجهول النار من سلاح حربي على سيارة مرشح لمركز مختار في بلدة بزال محمود بشير موسى التي كانت متوقفة أمام منزله، واقتصرت الأضرار على الماديات، وقد بشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. بعد الفاصل نصل إلى الرياضة، وفيها ميدانيتان فضيتان للبنان في بطولة كأس العالم للماسترز برفع الأثقال. في نشرتنا صفحة رياضية نتابعها مع صبحي قبلاوي، تفضل صبحي. شكرا دينا، مساء الخير مشاهدينا. نبلش الأخبار الرياضية من إنجاز لبنان جديد، حيث أحرز لبنان ميداليتين فضيتين ببطولة كأس العالم للماسترز يلي أقيمت بعاصمة اليابان طوكيو، ومن 11 وحتى 15 نيسان عبر الربعين اللبنانيين وجيه البني يلي شارك بوزن 69 فئة عمر 45. أما الرباع اللبناني صاحب لقب كأس العالم بالموسم الماضي خضر منير عليوان فقد خسر الذهبية بفارق الوزن، حيث أنه جمع مع الرباع الياباني نفس المجموع 240 كيلو، وشارك عليوان بوزن 77 عمره 40 سنة. واليوم بيرجع خضر عليوان إلى بيروت عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الساعة 6. مبروك للبنان ومبروك لخضر. بكرة القدم الأوروبية بترجع البطولات المحلية، والبداية مع الدوري الإسباني حيث عادت المنافسة خصوصا بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد، ومن بعد خروج البارسا من تشامبيونز ليج، وأتلتيكو مدريد رح يكون بالمرصاد، وأما الريال رح يحاول يقلص الفارق إلى نقطة بس. كل التفاصيل من تبعها سوا. بيبحث برشلونة عن علاج سريع لحل أزمته يلي عم تكبر كتير، وقد بيستقبل فالنسيا الأحد بالمرحلة 33 من الدوري الإسباني، وبخوض برشلونة المباراة من بعد ما جردوا مواطنو أتلتيكو مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا نهار الأربعاء، وما قدر يحقق الفوز بآخر 3 مباريات بالدوري لتشتعل جبهة الليغا مجددا، وأتقلص أتلتيكو الفريق معه لـ3 نقاط وريال مدريد لـ4، وتعادل برشلونة مع فيا ريال 2-2، وخسر قدام ريال مدريد 1-2 قبل ما يخسر قدام ريال سوسيداد 0-1. من جهته فريق أتلتيكو مدريد رح يجرب انه يقلص الفريق، وليش لا يقدر يعدل برشلونة من حيث عدد النقاط، وقت بيستقبل على ملعبه الفيتشنتي كالديرون فريق غرانادا صاحب المركز 17 ويلي تعادل بمباريته الأربعة الأخيرة، مباراة ما لازم تشكل أي مشكلة أبدا لأتلتيكو مدريد ليأخذ 3 نقاط. من جهته ومن بعد ما كان الفريق 12 نقطة قبل 3 مراحل رح تكون فرصة متاحة لريال مدريد ليقلص الفريق مؤقتا مع برشلونة لنقطة واحدة بحال فوزه على مضيفه خيتافي وصيف القاع ويلي ما فاز من 17 كانون الثاني الماضي، وتعملق كريستيانو رونالدو بآخر مباريات وقدر يرفع رصيده ل 16 هدف ب10 مباريات بدوري الأبطال. بالدوري الألماني حامل لقب نادي بايرن ميونخ رح يحاول أنه يحسم الدوري قبل 4 مراحل على انتهاء البوندسليغا.
بيسعى بايرن ميونخ انه يقرب اكثر من اللقب الرابع على الطاوله وقت بيستضيف شالكي نهار السبت بالمرحله 30 من الدوري الالماني، وكان شالكي خدم كثير البايرن وقت عدل مع دورتموند 2-2 وهالشيء سمح للبايرن انه يوسع الفريق مع دورتموند لسبع نقاط، وبيحتاج بايرن ميونخ لثمان نقاط بمباريته الخمس المتبقيه وهو بيطمح انه يحسم اللقب باسرع وقت ممكن ليتفرغ لمهمته الاساسيه وهي مسابقه دوري ابطال اوروبا ويلي وصل فيها لدور النصف نهائي، وبيتمنى بايرن ميونخ انه يستفيد ويستغل عملية الارض والجمهور للاحتفال مع جماهيره ببلوغ الدول الاربعة للمسابقة القارية وتجديد فوزه على شالكي 3-1 من بعد ما هزموا 3-1 ذهبا خارج ارضه. بالدوري الانجليزي ليستر سيتي يلي بيعتبر استثناء بعالم كرة القدم بامامه بس 3 مراحل قبل دخول التاريخ واحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز، كل التفاصيل من تبع عصام. يبدو ليستر سيتي الزاحف بقوة لإحراز اللقب الأول بتاريخه بإنجلترا مصمم على عدم التهاون بآخر أمتار من الدوري الإنجليزي لأنه بيوقف على بعد 3 انتصارات من الحلم، وبيستضيف ليستر المتصدر ويستهام السادس نهار الأحد بمباراة قوية ضمن المرحلة 34، وبيحتاج ليستر بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري للفوز ب3 مباريات من المراحل الخمس المتبقية ليخطف اللقب من الفرق الكبيرة اللي عانت كل هالموسم حصر اهتمامه بحجز مقعد أوروبي. وكمان بإنجلترا ومع اقتراب الموسم من آخره وبعد نتائج سيئة لنادي مانشستر يونايتد عم تكتر الأخبار عن إقالة المدرب الهولندي لويس فان غال. زعم التقرير الصحفي ان نادي مانشستر يونايتد قرر انهاء عقد مدربه لويس فان غال الموسم المقبل بالرغم انه بيمتد لصيف 2017، وقالت صحيفة ميرور الانجليزي يونايتد رح ينهي عقد فان غال ويتعاقد مع مورينيو بالوقت اللي هدأت فيه معارضة سير أليكس فيرغسون وبوبي تشارتون لوصول المدرب البرتغالي، واوضحت كما انه امكانية غياب الفريق عن دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل زادت من ايمان الادارة بانه الصيف المقبل هو انسب وقت لتغيير المدرب. هذا كان كل شيء بالرياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. في نهاية هذه النشرة نذكركم بالعناوين. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يبدأ زيارته الرسمية إلى لبنان بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. الرئيس سعد الحريري يتبنى ترشيح جمال عتيني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لفصائل المعارضة إلى حلب تمهيدا لهجوم مضاد ضد كتائب الأسد. وكان في الرياضة برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني ويسعى لإنقاذ موسمه. أود أن أشكر متابعتكم هذه النشرة، ابقوا معنا لمزيد من المتابعة والتفاصيل حول زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى لبنان. شكرا وإلى اللقاء. يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان.